انا اتعلمت منك حاجات كتير يا مليحه من غير ما تحسي. انا صعبانه عليك مش اكتر. ليه بتقولي كده؟ ربنا يعلم ان انا كل حاجه عملتها معاكي كانت من قلبي عشان كنت حاسس بيكي. اي حد مكاني وشاهد على الظروف اللي انت كنت بتمري بيها كان هيعمل كده. يمكن تبقى دي اخر مره نتقابل فيها يا مليحه. ما نعلمش الظروف ممكن تكون معانا ازاي وانت، بس لازم تبقى عارفه غلاوتك عندي. كنت في هديه اعملها لك وكنت مرتب ان انا اديها لك الصبح، بس نصيبك تاخدها دلوقتي. يا ريت تقبليها مني. ألا إن نصر الله قريب، طبعاً بقبلها. كل ما تحس إن أنت خايفة وقلقانة افتكري الآية دي، إن ربنا نصره قريب.